اللي انت سوز منصب في بورا بخمه ماينوث الترامس تمدين تنتيزي وزون اس الخميس 22 اكتوبر 2015 سي فاسن ان سيني غليف وين تايوان حميد جرين اكد وين اي المزين دو دال ولدال الهادي دخام الترامس يبينيه سود منصب اسم ونغمس ملك ايت اوديا يبضن لعفور بين ملميكان يتوسن سلقديشين سألاين يسولين اسم تمورث الزير يل الجناس تقنيت يعدان أكني وثا غافا كن يوث ترباتي إنغمسن يتكين ذي ثي الدوكلين إنغمسن ذي مشقان ذي الولايان تيزي وزون بقنن دلغيض نسن الزات بغليف التايوان تي إمي بغان أمر البغين سن أكن ويسم بخمدين ماينوث ترامسان اليوين اسم امغراسن ترامسان نغد لمارتير دو لابراس أغليف تايوان مس حميد جرين أكدوين المزين دوتال مسؤول تعليل له الدين زورن دم بعدايا نوثني أكد الوالين إيدي دانيسن إي بيروث بخمكيني أكن ديغني دولان يوستيم زيكنت إيدي بوين غاف ثغمسان غاف ومزروي ثغمسان سيكوناتي ناقين ودي كارن دي سنت اوس الويل لابي ويد وفرين لوافا فاسكود لو ار سي دي دكو غرا وغرفا الولايه الوقت ديال ويد لوافا لناكود لو ار ان دي حضرن دي ثمان سن اسواطاس نستقسيوني دما سيدر بن يونس مهل لا ديباش دي كابيلين يدي حضرن تي وناتينا كيني مس بن يونس يقلن ذا نغماس ذي مدينة تيزي وزود كسكواس 90 والساني ذي دولي ثيختيان لبنين بخام إثغامسا السيد نسل شاغل دنيا ساكيني غفرامز الله فرا ساكيني تحفظ ماضي تيزي وزو ثورة غفلاكي الجزائر ذاش السؤال هذا لا ستريكتور هكا parce que c'était un peu passé d'urgen la maison d'après-saint qui malheureusement nous ont quitté vous pensez à tous ces compères qui sont morts ou qui ont quitté la profession avec le rêve d'avoir une maison d'après c'est qu'alhamdoulilah en plus bonus c'est qu'elle porte le nom d'un très très grand journaliste qui a fait beaucoup pour l'Algérie c'est un mec qui est en diable c'est aujourd'hui quand nous on se battait ici ça il a fait porter notre voix des démocrates, des journalistes, tous les combats aidés pour la République nous a portés à l'extérieur. Donc c'est vraiment une fierté et un honneur d'être dans cette démocratie. Merci. Merci beaucoup. أدنى نوكان أدنيني خماجين ترامسان مالك أيتاوديان ديس 40 البيروات ذا خماري تبعن أخام ترامسان طهر جاود التمدينة نلزاير بالقسم محن سعيد سكتي زيوزون